مساء الخير وتحية لكل مشاهدي شاشة الام تي في بأول يوم من أيام عيد الفطر السعيد. ينعاد على الجميع بكل الدول العربية، وإن شاء الله بينعاد علينا بالأمن والاستقرار والمحبة إن كان بغزة وباقي الدول العربية. ولكن من حقنا نعيد الكل ونقول يا رب يكون ربنا تقبل صيام الجميع، صيام إن كان عن الطعام أو عن الأعمال السيئة اللي لازم يكون عن مدار 12 شهر مش بس شهر واحد. وهذا الشهر يلي تمتع بخصوصية كتير حلوة ببيت كل عربي وكل إنسان، حبينا ننقله اليوم بأنت أدى على مدار 30 حلقة. الحلقات قطعوا وصاروا من الماضي، ولكن بالذكريات الحلوة وأيضا نجاح للبرنامج من محبتكم ودعمكم لنا. زقفة لكل المشاهدين والكل عم بيتابعونا. واليوم مثل العادة على 10:23 فيكم صوتوا على الأربع احتمالات اللي رح نشوفهم على الشاشة، وسبق وشفناهم امبارح بختام حلقتنا. من هي ضيفة انت أدى لليوم؟ ضيفة مميزة كثير، حلوة كثير، بتعمل أجواء كثير حلوة، من يا ترى هي؟ فيكم صوتوا على الاحتمال الأول. نورهان 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 نورهان، بتعرفوا شغلة نحن عيد صوتوا لنورهان لأنه نورهان صارت موجودة معنا وزقفوا لها. اما اذا بدكم صوتوا مختلف دول العالم فالارقام صارت موجوده على الشاشه، وبذكركم ابو مرعي كروز والاورينت كوين رح بتقدم لكم جائزه وسفره مميزه. اما نحن مشاهدينا فرح نعلن عن اسماء الرابحين، بكره حنعلن عن اسماء ال 30 رابح على مدار 30 يوم، 31 رابح لازم يكونوا لانه نحن بكره الحلقه 31. طيب ابو مرعي كروز مثل العاده لكن قلنا على السفره، شو بيبقى بعد فينا نعلن عن 11.05 لانه فيكم اكيد تصوتوا لمركز سرطان الاطفال وبالتالي بتكونوا عم تتبرعوا بدولار وتساهموا ايضا بعلاج طفل مصاب بالمرض. نمسك تليفون سوا جمهورنا المهضوم الجميل من جبال جمهورنا. اها يلا 11.05 فيكم تصوتوا بهالوقت. جينيفر صارت جاهزه عنا. جيني هاي محمد، شو اخبارك يا جينيفر؟ منيحه، ينعاد عليك وعليك جيني. ايه صرنا بعيد الفطر. ايه يعني خلص الشهر فجاه هيك قطع بسرعه. لا بس زعلانه لانه انت قد رح يخلص يعني. بس في اقول لك شغله على الهواء، بدي اقول انا كنت اكثر من سعيد انه الاختيار كان صائب وسليم لما لقينا جينيفر عزار بانت قد لهيدا الموسم، لانه انت مش بس صديقه. بدي اذكر وبدي اقول شغله لكل الاشخاص اللي عم بتابعونا، فعلا جينيفر قامت بعمل جبار وعمل كثير مهم. اول مره كانت بتطلع لايف فجأة بلا كاستنج بلا شيء لكل اللي عم بيتابعنا دغري من الموبري توب، وكانت قدها بقدود. ألف مبروك لك نجاح هذا البرنامج. يعني أنا بوجودك على طول بقول لك أكيد بدي أكون قدها. حبيبتي يا جيني. جينيفر إيه؟ امبارح كان عندنا عرس مميز كثير، بدنا نقول مبروك لباتريك غلام على هالعرس الحلو، وجمعتنا كانت كثير حلوة. كان إيه. وشو عندنا اليوم بالموبري توب يا حلوة؟ اليوم على المشاهد يجمع، ما عندي صوت، اليوم على المشاهد يجمع 4 أغراض يعمل مجموعهم 2200 دولار. أوكي. يلا اليوم بدنا نربح. طيب. ما رح نخسر. أنا شو حأطلب؟ بعرفك إنك أنت على طول عم بتصوتي على 11.05، رح نلتقيك أكيد بسياق الحلقة، بعت المساج وأنتم أيضاً مشاهدينا مثل العادة بحماس واندفاع ومحبتكم على 0444 4444. بنبلش بدرجة درجة. انت عليته. اول اتصال. الو دول حالو. مساء الخير، مين معي؟ الو ينعاد عليك، مين معي؟ مانو سميرة. مانا معنا يلا بلحنا سأل سميرة. اوكي بدي اقول لجينيفر بعد على زقفولا لجيني على فكرة. يلا الاتصال على 0444444 وما تنسوا ايضا عبر تويتر وانستغرام فيكم اكيد تتواصلوا معنا، نحن على طول بنحط معلومات عن ضيفنا، واذا حدا اشتاقوا لي بعد رمضان فيكم عبر تويتر نضلنا عم نتواصل مع بعض. فادي على الخط يا هلا. ايه بشرفكم شوي هيك اجواء عيد، يلا علوا لنا شوي الصوت. يا علي وعليكي، مين معي؟ فادي. فادي شو اخبارك؟ منيح. عرفت شو الغنيه اللي عم نسمعها؟ علوا لنا اياها شوي بشرفكم. ايوه يلا يا فادي الليله عيد. حلوه لمادونا. لمادونا ليلى. ايوه عليك يا فادي، عندك اليوم اكيد انت ربحان، ونقي لي درجه يلا. واحد. درجه رقم واحد انت قدها يا فادي، والسؤال بيقول ما هي عاصمه اليونان؟ يلا يا فادي انت ربحان ربحان. يلا هلا كل اللبنانيه عم يروحوا على ميكونوس وسانتوريني وبيقطعوا بيئتان باتينا. اذا بدك اتينا ايثن اتينا. يلا مبروك، الف مبروك. فيزيك اوبتومترس بتقدم لك جايزه.
وبالتالي صار عندنا أول معلومة عن ضيفتنا، هي لبنانية أرمنية، من يا ترى هي؟ قلت لكم صوتوا لها فحنكتشف. يلا ألو من هون مضواية قمر، قمر اليوم مع زوجها موجودة هون، رائع. اتصال ألو. ألو، أنا برأيي نرقص لما يكون إجا الاتصال، شو رأيكم جمهور؟ نرجع على هيك رقصة. يلا ألو. يا هلا. ألو مساء الخير، مين معي؟ معك إليم. إليم وين عم تحكينا؟ عم بحكيك من أدونيس. تحياتنا لأهلي أدونيس. يا إلي يلا معايدين الليلة على ام تي في بأنت قدها وبدنا منك درجة. شو يا للوس؟ للوس؟ رقم ثلاثة. رقم ثلاثة يلا. أنت قدها؟ أنا قدها. بأي مقياس تحسب قوة الزلازل؟ ريختر. ريختر ولا فهرنهايت؟ ريختر. على الأد؟ مبروك، يلا ألف مبروك. جولدن تيليب لكان بتقدم لك جايزة، وبعرف أنكم كثير عم بتصوتوا على العشرة 23. خلينا نشوف المعلومة الثانية شو هي. يلا المعلومة من زمان، هيدي إحدى أغنياتها. شو رأيكم نفتح الست دراج ومن بعدها بنستقبل ضيفتنا؟ يلا ست معلومات خلينا نقولهم، لكن قلنا هي أرمنية من لبنان، قلنا من زمان حبيبي تاعها، وأغنيتها شكله كيف سبق وسمعناها وحققت نجاح كتير كبير. حبيبي يا عين الانطلاقة كانت بهالريميك الحلوة، ومؤخرا سلاسل فضة. سلاسل فضة ولا ذهب؟ يا ترى من هي ضيفتنا؟ بزقف كتير كبير رح منزقف، بس مش هلأ، بعد البريك رح نستقبل نورهان، خليكم معنا. عودة لكم مشاهدينا بالحلقة الما قبل الأخيرة من أنت أدى، ومثل العادة بهذا القسم منعرف ومنكشف عن هوية ضيفتنا يلي كتار صوتولها على الرقم واحد والاحتمال رقم واحد على 10-23. بدأت عام 2002 بحبيبي يا عيني يلي أعادت غناءها من بعد ما كانت قدمتها الفنانة مايا يزبك، ومؤخرا عم نسمع سلاسل فضة لسلطان الطرب بصوت نورهان. نورهان سبا، شو أخبارك؟ طبعا. رمضان كريم ينعاد عليك. ميرسي. شو أخبارك؟ تمام تمام، اشتقنا لك وعلى كل اللي عم بيشوفونا. طبعا وبقول لهم رمضان كريم، وإن شاء الله السنة الجاية يكون رمضان أحسن من هيك. صح، وأأمن يمكن بالدول العربية يعني. وبما أنه كمان عيد الجيش بعد كم يوم، صح، بحب عيدهم للجيش اللبناني. تحية للجيش اللبناني، عيد الجيش في الأول من آب. سؤال بيطرح نفسه، شو القصة انه على طول بنعمل ريميك او بنرجع بنغني اغنيات وبتقدميهم وكمان لحسن الحظ انه بيضربوا معك كمان؟ صحيح. هلا انا من اول ما بلشت قدمت حبيبي عيني، صح، للمايا يزبك. صحيح، بعدها لهلا بتنلعب بكل الاعراس والحفلات وبتنطلب مني كثير. رجعت عملت اغاني خاصه لإلي كمان ضربوا، مثل غرامي انا، بيروت نفسي، شكله كيف، وبيروت شكله كيف، من زمان اخذت كمان جايزه. رجعت اعمل، حبيت جدد غنيه العوده كانت شوي، كنا غبت فتره بسلاسل فضة لسلطان الطرب. طيب بما انه قلنا عن البدايات، انا على طول بحب بلش خطوه خطوه درجه درجه، بدنا نسمع منك حبيبي يا عيني مع الجمهور ومع ايضا مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا. يلا حبيبي عيني. يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهاري وليلي، يا حبيبي عيني يا محمد يا عيني مسهر عيني بنهاري وليلي، والله والله اشتقنا وحياة عيونك ينفارقنا، اشتقنا لعيونك. الله نورهان، ولا أهدى منك، مهضومة لذيذة. واليوم نحن حلقتنا رح بتكون من الواحد للعشرة، عشر أرقام. بطلب منك تنقي لنا رقم لحتى نفتتح مع متصل. أنا بحب الرقم ثلاثة. رقم ثلاثة ليه؟ ما بعرف، بحس اللاكي نمبر. أوكي يور لاكي نمبر، رقم الحظ رقم ثلاثة، مش شو مخبي لا المتصلة. أوها نغمة وغنية، أنا بهدي لك هذا حتى تاخذي راحتك وتكوني مرتاحة. واتصال ألو. ألو مساء الخير، مين معي؟ فيفيان. فيفيان شو أخبارك؟ منيحة. فيفيان نورهان نقت لك رقم ثلاثة. أوكي. نغمة وغنية، تمام؟ بدك تعيدي معنا اليوم فيفيان؟ أكيد. يلا سوا بقى نعرف
الاغنيه شو هي؟ هي اغنيه من الزمن الجميل. اوكي بنسمعها سوا يلا. ومريم مريم علونا علونا صوت الهان. تفضلي تفضلي حقول لك شو حيصير يا فيفيان. انا برايي ما تحضري شو هي الغنيه. عندك حلين، يا اما بنعلي الموسيقى ونورهان ترقص لنا على الغنيه وبتربحي، يا اما بدك تحضري شو الغنيه. لا بليز ترقص. لا بليز اكيد مسؤوليه عليك بعيدين. ايه كله رقص. لا ما نعلي الموسيقى. انا معك يلا. انا وياك عزقفي انا. يلا نحسب لها اياها او لا؟ شو؟ بيس بعد 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 ما بعرف. قالوا لك بدك تعطي بعد. انا وياك. ايه انا معك يلا بلع. عيد اليوم عيد كله يرقص الكل يرقص. الف مبروك لك مريم مريم في الاغنيه. وهيدي اجواءنا بانت ادب. تيسكا بتقدم لك جايزه ومنى على الخط، بس قبل يا منى بدك تعطينا على القد 5 ثواني لتنقي لك نورهان رقم جديد. يلا 5 رقم 5 هيك كمان بس بلا رقص. ايه ما بعرف بس يمكن نغني يمكن نرقص يمكن نمثل ما بعرف. 5 اوكي. سوق عكاظ بالاسامي، يعني بنعطي اسم بنكفف فيها باخر حرف من الاسم لحتى نشوف مين بيربح. تمام اوكي يلا. الو الو مساء الخير، بدي اطلب منك لو سمحتي توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من اباري التليفون. اوكي ينعاد عليكي. مين معي؟ ينعاد عليك منى. وعليكي يا منى شو اخبارك؟ يلا السنه الجاي بتكون باحلى طل يا رب. حبيبتي يا منى شكرا يا رب. ميرسي كثير لإلك حبيبتي يا منى. ينعاد عليك يا رب. وعليكي وعلى عيلتك. من وين عم بتتابعينا منى؟ من جدرة. من جدرة. تحياتنا لاهل جدرة وزقفة لكم. ونورهان نقت لك رقم 5 وحبت اليوم تعيد معنا. منى ايوه يلا. سوق عكاظ بالاسامي، انت قدها؟ ان شاء الله. يلا اسامي صبايا، اذا قلنا ريم. ريما ريم بالميم. ميم ميم رويدا. اوكي رويدا ريم رويدا. ران رين رن ايه. رنين رندا رن. رسميه رسميه. رونالدا رونالدا ايه. رونالدا رويدا رويدا رويدا. ريتا ريما ريما قطعت ريما. ريتا. روجينا. اوكي ريتا. روجينا مبروك يلا. ميرسي. الف مبروك لرويال بقدم لك جايزه نورهان. يلا رقم جديد. رقم 7. رقم 7 علامه النصر صح؟ يلا رقم 7 يلا صيبا يلا سيبا. بدهم يسيبوا اليوم مع جينيفر عزار $1000 من الموبيليتا. يلا اتصال معك. قولي الو. الو الو الو. هاي الو الو. نعم هاي كيفك؟ منيحة. مين معنا بليز؟ نيكول متى. كيفك نيكول؟ ماشي الحال. ينعاد عليك. وعليك نيكول. وي مو عم تحكينا؟ من الأشرفية. تحياتنا لأهل الأشرفية وزقفة كبيرة للأشرفية. نيكول حماس شوي ليه تعبانة؟ اليوم عطلة رواق عيد معايدين شو؟ ايه أكيد. يلا نيكول بدي منك تركزي أمانة دخيلك هيك $1000 من الموبيلي توب حلوين. اوكي بس كوني قدها وخليكي معنا على الخط. وجينيفر هاي محمد. هاي كيفك؟ شو اخبارك؟ منيح. انا كمان بدي وجه تحيه لضيفتك نورهان. كيفك؟ هاي كيفك جينيفر؟ انت كثير حلوه. ثانك يو. انت كمان. شايفه شو مهضومه نورهان اليوم؟ مبسوطه جاي تعيد معنا. كثير فيها مهضومه. يلا معك الاتصال وقال يلا نيكول معي. نيكول يعني انا كمان من سكان الاشرفيه ما تعتليها، بدنا نربح اليوم. نيكول عم تسمعيني من التليفون؟ وي اوكي. بدي تنقي 4 اغراض يعمل مجموعهم $2200 لنربح $1000. اوكي اوكي يلا. شو اول غرض؟ ست كثير حلو في طاوله وراكي. بناخذ الست البورسلان احلى عليه كثير. ايه حلو ست البورسلان. ايه اوكي. $110 يلا. ثاني غرض الدريسوار لورا. يلا بناخذ الدريسوار $890. بدي غرضين. يلا ما تبعد كثير. من بعد تعديني شوي. يلا ناخذ اللي وراكي.
يلا. $750. نيكول بدي غرض واحد. بعد غرض واحد. يلا. هينة. بدي غرض واحد $450. هيك شو بتقولي؟ شو؟ الطاولة الصغيرة اللي تحتيك؟ أكيد؟ وي. يلا. $450. ألف مبروك نيكول، تربحي $1000 تقديمك مبروك. مبروك 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 لنيكول ومبروك علينا يعني إيه؟ ولا اهضم منك، في اهضم منك؟ لا انا بنقي البورسلان وبنقي ما بعرف شو، يعني ما تربح جينيفر. على ذوقي. على ذوقك، ونحن بنمشي على ذوقك يا جيني بكره بحلقه الاخيره من انت قدها. جايزه جديده $1000 واكيد رح يكون في رابح معنا، يعني نحن ما عم نخسر حدا. اوكي كثير منيح، لكن بكره $1000 بالحلقه النهائيه من انت قدها جينيفر ملتقنا فيك بكره بيكون بالحلقه الختاميه ونحن متابعين معك، بما انه ربحت نيكول والاجواء بدها ترجع تكون حماسيه، سلاسل فضه. يلا يلا. تروحم حم يا حمام على اللي قاعدين قدام، تروحم حم يا حمام على اللي قاعدين قدام، حيوا الراجل والمدام وعلشان عيونكم سلامات وسلاسل فضة، سلامات عشان عيونكم سلامات وسلاسل فضة، سلامات عشان عيونكم سلامات. الله. ايوه برهان اللي بيسمع على طول بيقولوا انه انت يعني بحفلاتك اللي بيسمعك وبيتابعك بتغني هالاغنيتين حبيبي يا عيني وسلاسل الفضة، وبتروحي صوب الدبكه وبتروحي صوب، يعني شفنا على اللي بيتابعك على انستغرام بيشوف اجواء الاعراس، يعني كيف بتقدمي وكيف تعودت؟ اللي بيشوفك ما بيوحي شكلك انك بتقدمي دبكه. صحيح، انا صار لي زمان كنت غني الدبكه اللبنانيه اول شيء قبل، لانه اجواء الاعراس واجواء الحفلات غير اجواء الكليبات والكليبات. صحيح، بس هلا لانه درجه الدبكه السوريه والشعبيه اكثر كمان رجعت حفظتهم وعملت بعمل نص ساعه دبكه. اها هلا بركي بدنا نعملها شي دقيقتين دبكه كمان مع الجمهور. بدنا منك رقم جديد نورهان. تسعة. رقم تسعة ما قالوا هيك؟ عم تعمليهم. اوكي. عم الصبايا على طول بخططوا بيرسموا. شو يا عدنان؟ شايف كيف خططت ونحن مش منتبهين؟ ماشي يعني مركبة كل شيء على زواج. الله يعينه عدنان، شكلك ذكية كثير. مين بيغار أكثر؟ هو ولا هو أنت؟ هو. أنا بفرجي غيرتي، هو ما بفرجي. بس مين بيغار الحقيقة أكثر؟ هو. أها زعلت منه لما قال لك أنت بتغاري أكثر عليه؟ لا ما زعلت، بس خلي اتس أوكي. خلي اتس أوكي، قطعت لك إياها عدنان، بس هلا رجعت صلحتها. زقفة لعدنان أكيد. ليك شو بتحبه دغري زقفت له. مش معقول. اكيد تم النصيب من سنتين، ويعني تحس بعيونك الحب كيف لمعوا اسم الله. لكن قلنا المشنقه، المشنقه لعبه هي اسم اغنيه ممكن يكون متعلق فيك مباشره او عمل لإلك، على المتصل ام المتصله يكشفوا عن المشنقه والكلمه. الو 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 الو، مساء الخير، مين معي؟ معك انطوانات. انطوانات كيفك؟ كتر خير الله. يلا يا انطوانات حماس شوي. أكيد. يا أنطوانات تضحك الله يخليكي. أوكي. تسمين لنا شو؟ الله يا أنطوانات، إزيك يا أنطوانات؟ عاملة إيه؟ كتر خير. كتر خير الله، يلا أنا كثير منيح ومبسوط معك ونورهانا قالت لك رقم تسعة والمشنقة أنت قدها؟ أنا قدها. طب كاونتر ونبلش، يلا. أوكي. شو؟ أعطونا كلمة. سلاسل فضة. حبيبي يا عيني. شو؟ كنترول حبيبي يا عيني؟ الله برافو برافو. ما حدا ساعدها، حدا ساعدها. أنطوانات أنت قدها، فيزيك أوبتومتريست بتقدم لك أكيد جايزة بتستلميها من الإم تي في. بدي أذكر كل الأشخاص اللي عم بيتابعونا إنه فيهم أكيد يستلموا جايزتهم من الاثنين للجمعة من الساعة 11 للساعة 6. بدي منك رقم جديد، يلا. خلصوا الارقام القلم، بعتي واحد. بعتي رقم واحد. ايه واحد هو الحب الوحيد. ايه صح؟ اكيد اكيد. يا عدنان يعني يقول لك شو بدك احلى من هيك؟ يلا رقم واحد. ايه واحد. اوه جوكر 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 جوكر. هلا هيدي انا ما خصني، يعني انت اللي تكوني متابعه اكيد البرنامج، شفتي كل الضيوف كيف عملنا وانبسطنا واجواء حلوه. الجوكر المسؤوليه بتوقع عليك، بنحط هلا موسيقى، ما بعرف شو بدك تعملي على هالموسيقى لحتى تربحيها، هي ما عليها تعمل شيء، هي بتقرر اذا بدك. انا بدي حذرها، يعني ما في تحذريها شيء، بدك يمكن تغني لها. يمكن تزقفي لها، ترقصي لها، تمثلي لها اللي بدك اياه على الموسيقى اللي حنحط لك اياها. الاتصال. الو الو، مساء الخير، مين معي؟
بونسوار بونسوار ماريان وينك؟ أنا بقليعات. بقليعات حلو الجو فوق برود ورواء. إيه برود ورواء. أنت مين عم بتتابعينا يا ماريان؟ أنا وأمي وخيي. سلمي لنا على والدتك وخيك ومعك جوكر تمام؟ أوكي يلا خلينا نشوف إذا نورهان رح بتكون قدها. وين الميوزك؟ بدنا موسيقى حلوة. أو حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهاري وليلي يا حبيبي عيني يا عيني يا ليلي تعبتوا بملعب يعني يا مسهر عيني مبروك جوكر. يلا جوكر ألف مبروك. ألف مبروك لك وباجي بتقدم لك أكيد جائزة السلمية من الام سي في. شو عنا هلأ حفلات وأعراس بكرة بعرف طلع على البقاع من بعدها عندك حفلة مع نادر الأتات مع نادر الأتات ومعين شريف أكيد مع حفل الألقاب حفلة بالجنوب أول مرة بروح أنا بعمل حفلة بالجنوب فهيدا أصلاً يعني انا من الجنوب اها فمبسوطه كثير فحاسه هيك بفخر انك انت عم تروحي على الجنوب. صحيح. شو حتقدمي لهم بالجنوب اغنيات؟ اذا عندنا ساعه بين دبكه ومصري ومقسوم واغاني لي. طيب يلا شويه مصري مقسوم. يلا يلا شو بدنا نقول؟ بدك على راحتك انت محضره ريبرتوار للجنوب ولا بنبلش من هون؟ يا بنت الغاليين مين في حلاوتك مين؟ يلي جمالك فاكهة وجمالك فيتامين وسعيدة يا حلوة سعيدة يلي بلادك بعيدة شاوريلي وانا جيلك ماشي من كبر مصر الجديدة واسقيني اسقيني اكتر المية في ايدك سكر اسقيني اسقيني اكتر المية في ايدك سكر. الله يلا ان شاء الله اكيد موفقه بالحفله بالجنوب ومن بعدها كمان عرفت انه عندك مهرجان بالشوف. صحيح مهرجان غريب باذن الله كثير مبسوطه لانه انا اللي اختاروني لاعمل هيدا المهرجان وبشكر منظمين المهرجان غريفة وخصوصا جو قزه. اكيد موجه له تحيه ولعبة تبعنا ومبسوط فيك قد الدنيا وانا مبسوطه فيه وفيك. حبيبتي سكين يا نورهان وبدنا رقم جديد. يلا شو منقينا؟ انا برايي بعرف انه بدك تجيبي 10 اولاد. اوكي 10 اوكي 10 اوكي صح ام خطا تمام هي معلومه ما عدا المتصل ام المتصل يعرفوا اذا هيدي المعلومه صحيحه ام لا تمام اوكي يلا انت قدا يلا قولي الو 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 بونسوار بونسوار كيفك منيحه انت كيفك ماشي الحال مين معنا رامونا رامونا انت قدا يا رامونا شاء الله بدك تساعدنا رامونا بشرفك على الهواء قدام كل اللي عم بيتابعونا انا مش الوحيد اللي بساعد الكل في شي مره زعلت حدا نتصل وبهمنا هذا البرنامج بس كرمال اني بساعد مشان البرنامج حلو لا ما عم بقول لك مشان هيك نحن اوكي طب زعفي لرامونا يلا يا رامونا ليكي رامونا انا من النوع اللي بحب المزح بالحياه عرفتي انه عم بمزح معك ومبسوط فيك قد الدنيا وانت قدها صح ام خطا يلا يلا انا قد هل صحيح انه المدة اللي بيحتاج لها نور الشمس لتوصل الى الارض او ليوصل الى الارض هي 8 دقائق بعتقد لا شو رايك ايه 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 صح شو صح صح او صح 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 مبروك يلا ألف مبروك لك كبير بتقدم لك جايزة وبما أنه نحن عم نحكي عن الشمس والصيف عرفنا أنه كان عندك أيضا كمان سفر على دبي على طول أنت يعني بين مقيمة بين دبي وبين لبنان شو في بدبي؟ نحن عنا شغل هونيك أنا وزوجي يعني عنا شيء بزنس إلى جانب صحيح فما بنقدر نتركه وغير أنه أنا بدبي دايما عندي أعراس ما في اترك دبي يعني وخصوصا انه دبي انا كثير بحبها بلد كثير تقريبا صار لك 7 سنين بدبي 8 سنين بدبي نعم. واليوم نعرف انك عم بتحضري لعمل يعني حنحكي عنه اكثر بالقسم الاخير من حلقتنا بدنا منك رقم جديد يلا يلا 8 إيه بس بدي اقول لها شيء لرامونا مش بس بيحضروك لانه كرمال لانه بتساعد بيحضروك لانك انت حلو يا حبيبتي يا مها يا حي شو بدي احلى من هيك؟ هيدا اللي انا بسمعه يعني هيدا شو بدي احلى من هيك؟ صبايا حلوين وشباب مهضومين ولذيذين وحياة حلوة يعني طبعا اكيد قديش انت شخص يعني هيك
بتهتمي بمظهرك، وبنفس الوقت شفناك بفيديو كليب سلاسل فضة من اخراج نانسي ايفازيون صديقتنا وزميلتنا كمان بالام تي في. كيف طلعت معك الفكرة؟ سلاسل فضة حكينا انا ونانسي وقالت لي بدنا نعمل شيء هيك كثير قريب للقلب، قلت لها اوكي، وهي حضرت كل شيء وانا مشيت معها. وهيدول السلاسل اللي عملتي لهم مين اخترعها هي؟ هيدي السلاسل اخترعناها انا وياها، بس ما لقينا سلاسل فضه، جبنا سلاسل ذهب. ذهب اها. وحكي العالم عن الموضوع بس معلش. حلوه. طيب نقينا رقم 8؟ يلا. يلا. لا إلا لا لا فيني يقولوا إيه ولا لا لمدة 60 ثانية نلعبها مرتين، مرة 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 مع المتصل ومرة معك. تمام؟ ألو. قطع الاتصال. نبلش كم مع نورهان؟ يعني نعم كمان ما في؟ ما في نعم ولا نعم ولا إيه ولا لا ولا أوكي ولا وي. أنت قدها؟ أنا قدها. توب كاونتر. يلا توب كاونتر مع نورهان. لا إلا لا. نورهان شو أخبارك؟ تمام. مغرومة؟ كثير كثير. بتحبيه كثير 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 كثير. طيب نورهان، يعني عرفت انك انت اليوم بصدد تحضير لجيو، صحيح؟ فنان عالمي، صحيح. اوكي اعطيني اكثر عنها معلومات. شو بتقول؟ ديو اسمه سما بيروت. أوكي. واللي بتغني معي اسمها شير واتسون امريكانيه. أوكي. هي كمان غنيت لبيروت. اوكي شو بتقول شو بقول مقطعك انت حتغني باللبناني؟ بتقول هي اول مره بقولها. اوكي اكسكلوزيف. يلا ما قدرت. بتقول تعا نلتقي تحت القمر مطرح ما في جنون وسهر. تعا نلتقي انت وانا بسما بيروت. حلو. سما بيروت، هل انت بتحب بيروت ولبنان؟ بعشق بيروت. اها. ودبي كمان؟ كمان. ما بتزعل حدا. قول على طول قلت ايه. قلت ايه؟ طيب هلا مش مشكلة، نحن بنحسب لك اياها انه يعني اربع ثواني بس انت قدها. وصار معنا اتصال من لوسين. الو لوسين. الو هاي بونسوار. بونسوار لوسين. ارمنية يعني؟ ايه. لوسين من وين؟ الله اكرم. لوسين من بكفية. من بكفية. عم تسألك اذا انت ارمنية نورهان. ايه ارمنية. اها. هاي لوسين لابس؟ لابس لابسو لابي ميرسي. اها اوكي. طب رايكم انا برايي بنكفي. انا تحياتي للعرب اللي بحبهم كثير وزقفه لهم كمان. انا برايي اتفقوا علي وتامروا. انا دخل اليوم ما فينا دخيلك. انا فليت شوب عليك دخيلك. انا خلص معك. شو لا 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 جايين كرمالك العالم مش كرمال. ما متحسيتكم بدك تربخين. بعد عم بقول لك نورهان. انا بشوف انت ونورهان انت قدها. لوسين انت قدها؟ ايه انا قدها. بس اوعى تقولي ايه، اوعى تقولي لا. 60 سنه توب كاونتر. ايه انا قدها بس بدك تربحيني يا نورهان. لك يا حبيبتي يا لوسين رح تربحي. وقفوا لنا شوي هالكاونتر يا كنترول. نورهان معك لوسين. حبيبي لوسين وطي لي صوت التلفزيون بقى نربح. ايه وطي صوت التلفزيون على الاخر. اوكي انسي انسي الايه، انسي لا، انسي الاوكي. نورهان رح بتجرب تساعدك بالمرادفات. اوكي يلا منعيد الكاونتر 60 ثانية. اوكي بليز. يلا انت قدها؟ ايه انا قدها. بلشنا. لوسين كيفك؟ مثل حالك. من وين عم تحكينا؟ مثل حالك. ايه من وين عم تحكينا؟ من ماشي الحال؟ من دور شوير. من دور شوير، على اساس بكفية. ما عليه هن حد بعض. ايه حد بعض. طيب لوسين؟ ايه ايه. يا لوسين طب بعبر روق بعبر. لوسين تفضل. محمد اها. شو لك يا لوسين؟ تفضل. لوسين ليه عم بتطولي لتردي؟ لا لوسين حرام حرام. طيب كيف بدنا نربحها؟ بتعرفي شو؟ بما انه احنا اخر حلقه مبروك للوسين. يلا جايزتها بالسلامه. بكره اخر حلقه. نحن اليوم قبل بكره بعد اخر حلقه. ليك نورهان نحن هلا حنشوفك عم تقري نشره انت قدها، كيف رح تقريها وشو الخطا بالنشره؟ على المشاهدين على 0444444 يعرفوا شو الطبخه والنشره. تمام؟ اوكي يلا انت قدها بعد بريك. على فكرة نحن رجعنا معكم بالقسم الأخير من أنت قدها، بس اللي ما بيعرف نورهان
متسلطة في الحب. مسموح يظهر لحاله؟ لا ابدا. لوين بيظهر لحاله؟ لوين؟ الا اذا عنده شغل يعني. وانت عارفه لوين الشغل؟ ايه لو ايه اكيد يا ويلي. طب واذا كان يعني انت كنت عم بسالك تحت الهواء انه في كثير فنانين بيقولوا على طول انه لما بيكون زوجها مدير اعمال صاروا بيتجنبوا هالقصه، يعني بعد التجارب انت شو قلتي لي شو بتعملي؟ لا لانه كيف اذا هو مدير لا ما خاص بيتركوا هن يعني اذا بينفصلوا عن بعض. ايه اذا انفصلوا ما بتخاف انه بلكي انفصلتوا انت او فاصل الشغل عن ال لا ما خاص الشغل هن بيكونوا بحياتهم مش متفقين. واذا ما كنت متفقين بحياتك شو بتعملي؟ نحن متفقين لهلا. اوكي. طيب خلينا نشوف شو الطبخه مع نورهان. شو الطبخه كيف طبختي؟ اول شيء حبيته كثير للشيف وبدي اقول شو الطبخه. لا ما تقولي شيء. اوكي. بس تطبخي بالبيت؟ بطبخ بس مش هيك طبخه. اوكي خلينا نشوف شو هي الطبخه اللي طبختها بسمولفيل هوتيل. هاي شيف. هاي كيفك؟ ماشي الحال؟ جايين شو جايبين الشباب معك؟ جايين نتحداك اليوم. لا يا عم ما بدها هالقد. شو عندنا؟ اهلا وسهلا فيك. يلا رح نبلش اول شيء بالانجريدينتس. شو في عنا؟ عنا رز الحبة الطويلة الأمريكانة، أوكي، قرفة، ملح، بهار أسود وبهار حب وهيل، وعنا الكرات كرافس وجزر وبصل، وعنا لحمة غنم وحليب، الحليب كمان أساسي بالطبخة، اللبن فينا نقدمه على حدا حدا على جنب يعني، أوكي، رح نبلش هلا أول شيء بالشغل. هلا نورهان عم نحط اللحمه عم نسلقها. اوكي مثل ما عم تشوفي بدنا ننطر لتطلع زفرتها. بلشت تطلع زفرتها هيدي الابيض منشيلها. شو لازم تعملي بس تطلع زفرتها؟ الخضره. اوكي مع الخضره عظيم. لا بتعرفي يعني تطبخي. لا هيدا كثير منيح. رح نبلش نورهان هلا بالرز. ايه اذا بدك تمسكي لي ال اوكي. حلوة. اذا تضايقتي انا بخدمك. لا بالعكس ابدا، حدا بيتضايق من الاكل. اوكي هلا بدك تذكري شوي صغيره شو عملنا. بتذكركم مشاهدينا انه طبختنا اليوم كثير طيبه ودسمه، فيها رز وهيل ولحمه غنم، وهي طبخه مش لبنانيه. انتوا قدها قولوا لنا شو الطبخه. بدنا الغطا بس نغطيها. yeah. هلا بس يستوي الرز شوي بس تنشف ميته بدنا نزيد له حليب. غني سلاسل فضة سلامات. اوه شوف حافظها. انا اللي حافظها اكثر شيء بحبها. شفتوا؟ ميرسي عن جد. وعشان عيونكم سلامات. شاف بما انه خلصت طبختنا لليوم على وشك انه تخلص، هلا جايين الشباب ياخذوني فانا مضطره افل. ليش الشباب جايين؟ اوكي انا رح استاذنك. شف شادي شف شادي رجع كمل الطبخه بليز. انا ما عملت شيء هو فل. بما انه خلصت الطبخه وانتم قدها تقولوا لنا شو هي الطبخه. رمضان كريم. شيف نورهان مع شيف شادي. غنى وطبخ. ما بعرف شو طلعت الطبخة على 04. اتصال. الو 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 مساء الخير. مين معي؟ بونسوار سنتيا. شو اخبارك؟ وطينا صوت التلفزيون لو سمحتي. ينعاد عليك يا سنتيا وعلى الجميع. وشو الطبخة اللي طبختها نورهان؟ لا بوطي صوت التلفزيون لو سمحتي. بتقولوا مش لبنانية. مش لبنانية صح؟ كسكس. لا روحي اكثر صوب الخليج. صوب الخليج. كبسونا. كبسي كبسي كبسي. يلا مبروك. الف مبروك لك اوبتيك جاليري لكان بتقدم لك جايزه ونحن متابعين معكم. والف مبروك للمتصل اللي ربحت. ونحن متابعين معك بنشره انت قدها. حنكفي بالاخبار. كيفك انت والنشره؟ منيحه. يلا نشره انت قدها.
النشرة مباشرة على الهواء، الأوتوكيو رح يتوجه لعندك وعلى المشاركين يعرفوا أو المتصلين شو الخطأ بنشرة أنت أدى. بدنا نشوف هلا أنت يمكن تمثلي، حتمثلي قريبا؟ ما بعتقد. ما بتعتقدي؟ فينا نقرب بعد شوي الأوتوكيو، بدي أطلب من رزق وكرم وبدنا إياك تقري مع التحولات اللي حقلك إياهم، يمكن بدك تعيشي الحالة شوي، تمام؟ طب لإلك. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم على نشرة انت أدى. رح خبركم عني، انا من عائلة ارمنية لبنانية، اشتهرت بغنية حبيبي بالارمني بليز. بالارمني؟ ايه ترجم دغري بالارمني. حبيبي يا عيني بور نوروكيتسي يرجوها زار يراكين البومي ميتش فور انون شكله كيفر. بتضحك الضحك الهيك برجع على العربي ولا بالعربي؟ العربي رجعين على العربي. اما البومي التالي فصدر حكي بليز بال 2009. اكثر 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 اكثر، مش قادره تكفي النشره. اي بطنك لقطي بطنك بسرعه. وحاول عنوان او ماي جاد حبيبي تا بس بعد كفي فكروا العالم مهروقه. لا لا عم تبكي عم تبكي بعد؟ ايه عم ببكي ايه بسرعه. بال 2005 حزت على جائزة أفضل صوت مطرب شابة عن غنية من زمان. جحشي بالبكاء. بأوسكار الغنية المصرية. برصيدي سبعة فيديو كليب. لا مش سبعة. سبعة فيديو كليب. إنه ما بقى قادرة. حالياً عم حضر لديو مع الفنان تامر حسني لغنية مصرية لبنانية. نشرة انتهت. شو الخطأ بنشرة أنت أدى؟ ألو. ألو. هل يا ترى حتعملوا ديو مع تامر حسني؟ ما بنعرف. بونسوار. بونسوار. دوريس. وي دوريس. أنت أدى؟ أنا أدى. يلا يا دوريس، شو الخطأ بنشرة نورهان؟ إذا مش غلطانة؟ إذا مش غلطانة مش تبع فيديو كليبات. مش تبع فيديو كليبات. هو هيدا هيدا أوكي ما أو مش بس. ما في ديو مع تامر حسني؟ لا. اوكي مبروك، يلا الف مبروك لك نورهان. شكرا لك على هال اليوم هالمقابله المهضومه العفويه. بتمنى لك كل التوفيق وينعاد عليك وعلى زوجك. ثانك يو وعليكم كمان وعلى جميع المشاهدين. شكرا. يا رب شكرا نورهان. اما نحن ملتقينا بكره بالحلقه الاخيره وشوفوا الاحتمالات بانت أدى، ونحن حنقدم الجائزه اكيد من في اوردري دونا. باي.